أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من ضد النسيان. كل واحد منا يحتاج إلى سبب يربطه بالحياة، سبب يصحى عشانه كل يوم ويمنحه شرارة الشغف بالحياة. البعض منا يلقى شرارته، والبعض منا يبقى تائهاً لزمن أطول. اليوم نتكلم عن رواية وفيلم قد يبدو ظاهرياً أنه ما في أي علاقة تربط العملين ببعضهم البعض، ولكن ولسبب ما قرأت الرواية وشاهدت الفيلم في وقت متقارب جدا، وحسيت انه رغم اختلاف القصة والشخصيات والعوالم الا انه في خط عريض يجمع العملين بشكل كبير جدا. الخط العريض اللي يجمع الرواية بالفيلم هو فكرة الروح اللي تحاول بكل الطرق إعادة الاتصال بالجسد في وقت لم يعد ممكناً ذلك الاتصال، الركض عكس اتجاه الموت، محاولة الاتصال بالحياة في لحظة يأس. أتكلم عن رواية موت إيفان إليتش للروائي الروسي المشهور تولستوي. هذه الرواية اللي تعتبر ضمن أفضل 100 عمل روائي على مدى العصور، واللي البعض يشوفها رواية قصيرة جداً أو قصة طويلة بعض الشيء. وفيلم الأنيميشن سول اللي أنتج عام 2020 للمخرج الأمريكي بيتي دكتور، ومن بطولة الممثل جيمي فوكس، وأنتجته شركة الرسوم المتحركة بيكسار. المفارقة أن الرواية صدرت عام 1886، وهذا الفيلم شاهدناه عام 2020. العملين يتكلموا عن لحظة الاحتضار الفارقة في حياة الإنسان. إيفان إليتش ما نعرف إذا كان سبب احتضاره هو السقوط، الزائدة الدودية، أمراض في الكلى، أو الوهم كما قد يقول الطبيب. أما جو في فيلم سول فيسقط بكل بساطة في البلاعة. رواية إيفان إليتش بحسب النقاد تتناول تغير الطبقات الاقتصادية والاجتماعية بعد الثورة الصناعية في أوروبا، ولكن تولستوي يعمد إلى أن لا يرينا التغيرات الكبرى في أوروبا بقدر ما يرينا التحولات اللي تصيب حياة الفرد وهو إيفان. ترينا هذه الرواية اللهاث وراء الثراء الفاحش، وراء الترقي الوظيفي، وراء الارتباط بامرأة من طبقة مخملية. ترينا كل هذا اللهاث، ومن ثم لحظة فاصلة، لحظة احتضار إيفان اللي يصير فيها تحول كبير جدا، لحظات الموت البطيئة جدا والمعذبة التي يكتشف بعدها إيفان زيف الحياة التي كانت تربطه. يرينا تولستوي بعمق هذه الذات البشرية، يعني اللحظة الأولى التي يصدم فيها إيفان بأنه الآن يكابد لحظات الاحتضار. نلاحظ في اللحظات الأولى يبدأ بالإنكار الشديد، يذهب إلى عمله، يريد أن يمارس وظائفه بشكل تام جدا، إلا أن الألم والعذاب يعيده إلى لحظته السابقة تماما. يرينا الكثير من المخاوف اللي تعتمل في نفس إيفان، من مثل الفكرة العميقة جدا أن الحياة في الخارج تستمر، زوجته تستقبل الضيوف، ابنته تخرج مع خطيبها، بينما هو يكابد الموت وحيداً. يعني أن يتحول موتك إلى فعل عابر جداً إزاء استمرار الحياة وجريانها كانت فكرة معذبة للغاية لهذا البطل. الغريب أيضاً هو أن إيفان يشعر بتحول الجميع إلى أعداء، زملاؤه في العمل هم أعداء، يريدوا أن يعني يأخذوا المنصب اللي هو يملكه، زوجته تنتظر وفاته بفارغ الصبر، الأبناء يكابدون مشقة احتضاره، فيشعر أنه الجميع يحتقره، يشعر أنه يحتاج إلى الشفقة ولكن الشفقة غائبة. الغريب أكثر أنه لا يجد هذه الشفقة إلا من غراسيم وهو الخادم اللي يشرف على العناية فيه. المفارقة أيضا أنه في تلك اللحظة، لحظة العجز الحقيقية، أنه وجود شخص ينظف حتى قاذوراته الشخصية في تلك اللحظة من المشقة النفسية، يقول له غراسيم بكل خفة أنه هذا العمل هو لا شيء إذا الوقوف مع إنسان يموت،
فيشعر بتلك الكلمات البسيطة كانت هي كل العزاء في هذا العمل الروائي. يقول تولستوي: الغرق في التذكر هو ما يفعله الموشك على الموت. فهذه اللحظة يقرر إيفان بعد محاولات شديدة من الإنكار أن يتقبل لحظة الاحتضار، ولكنه يرغب بقوة أن يلتحم يعني بأجمل لحظات حياته. فيبدأ بالتذكر والتفكر: ما هي أجمل لحظات حياتي؟ ولكن لا يستطيع أن يلتحم بأي لحظة فارقة في هذه الحياة، وهنا تكمن الصعوبة والمشقة. لا يستطيع أن يلتحم إلا بلحظات أو نتف بعيدة جدا من طفولة بعيدة جدا. أما حياته الأخرى فكانت صراع شديد في الترقي الوظيفي، في الوصول إلى حالة اجتماعية مرموقة. كل ذلك في لحظة الاحتضار لم يكن يعني شيئا ذا بال. وفي هذه اللحظة يطرح إيفان على نفسه أسئلة صعبة للغاية: ماذا لو كانت حياتي خطأ؟ ماذا لو لم تكن حياتي أكثر من زي؟ أما بطل فيلم سول جو جاردينر، فهذا الرجل العادي جدا كانت أقصى أمانيه أنه يعزف في فرقة العازفة دورثيا، ولكنه انتقل إلى حياته الأخرى قبل أن يحقق هذا الحلم. المفارقة الغريبة أنه عندما تخرج روح جو فإن روح 22 تتلبس بهذا الجسد، فتقوم بأمور ما كان معتاد عليها جو تماما، يعني تشم الطعام بطريقة مختلفة، تتذوق الطعام بطريقة جديدة، تلهو وتمرح بذات الجسد اللي كان جو لا يمارس معه نفس الاهتمامات، يتحدث مع الناس بمواضيع جديدة، حتى أنه يعيد الروح الجديدة تعيد صياغة العلاقة مع الأم ومع طريقة تفكير الأم بطريقة مختلفة جدا. لكن المفارقة أنه جو يستعيد جسده ويتمكن من الذهاب إلى فرقة دورثيا والعزف مع الفرقة اللي كان لطالما تمنى أنه يعزف فيها، ويلقى الكثير من التصفيق ويعني الكثير من الترحيب به. لكنه يتساءل بعد انتهاء الحفلة: ماذا سيحدث غدا؟ فتقول له دورثيا: سيحدث ما فعلناه اليوم، سيتكرر ما فعلناه اليوم تماما في الأيام المقبلة. وهذه الجملة بالضبط هي اللي تستوقف جو، بل أكثر من ذلك، دورثيا تقول له: شفت السمكة اللي تسبح في البحر واللي تتمنى لطالما كانت تتمنى أنها تروح المحيط؟ لما تروح المحيط تقول: يا إلهي إنه هذا مجرد ماء، فتريه إنه هذا هو أنا. الرواية والفيلم ينتصران لليومين، للعادي، للتفاصيل الصغيرة والبسيطة، وما لازم نأجل هذه الأشياء البسيطة والصغيرة من أجل الأحلام الكبيرة جداً. المفارقة أيضاً إنه إيفان حياة حقيقية جداً تشبه حياتنا، يعني في لحظة الاحتضار لا يعود هنالك خط رجعة. الأمر ليس كما حدث في فيلم الأنيميشن، لأنه جو استطاع أن يعود من الحياة الأخرى ليعيد ترتيب حياته من جديد، وهذا ترف يمكن نحن ما نقدر أنه نسويه في حياتنا. ينتاب الإنسان شعوره هو يركب القطار بأنه القطار يمضي به إلى الوراء، مع أنه في حقيقة الأمر القطار يمضي إلى الأمام. يمكن هذا هو اللي يفسر علاقتنا بالحياة والموت. الموت هو تقدم زمني وخطي إلى الأمام دائما، وفي تلك اللحظات الشاقة سيحتاج الإنسان أنه يتشبث بأي قصة أو ذكرى أو عزاء. لذلك فلنهتم بتفاصيلنا الصغيرة. وصلنا إلى نهاية حلقتنا، على أمل أن تتركوا لنا اللايك والشير وتفعيل الجرس، وأن تتركوا لنا أيضا مقترحاتكم لحلقات مقبلة. شكرا لكم ومع السلامة.